نفس الفريق مستوى احد من الدائرة. سيقوم بتقطيع التورته وتجهيز هذا الضيوف. ايوه الاخوان يشرفون الى داخل المسجد وبالبركه ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، نشكر كل من شارك افتتاح المتجر الذكي الكائن في شارع سبا امام بوادي المول جوار مطعم على مزاجك، حيث المتجر الذكي يوفر عديد من الاجسام، معنا اجسام الكترونيات، اجسام ادوات ذكيه والعاب افتراضيه، وقسم ادوات التصوير، قسم اللابتوب، وقسم الجوالات. ان شاء الله سيكون متجر يوفر كل ما هو ذكي وكل ما هو متعلق بالتقنيه لجميع ابناء محافظه مأرب والمحافظات المجاوره ان شاء الله.